أصدرت مجموعة الصين للإعلام تعليقا آخر بعنوان بناء اقتصاد مزدوج الدورة لمواجهة مغالطات الفصل بين الصين والعالم. قالت إن استطلاعا حديثا أجرته وزارة التجارة الصينية أثبت أن 99.1% من الشركات ذات التمويل الأجنبي في الصين عربت عن رغبتها في مواصلة الاستثمار والعمل. فما هي أسباب تفاؤل هذه الشركات بمستقبل النمو الاقتصادي الصيني في ظل وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد؟ الإجابة وفقا للتعليق: بكل بساطة، هذا التفاؤل ليس فقط بسبب مرونة الاقتصاد الصيني نفسه وإمكاناته، ولكن لأنه أيضا يواصل توسعة مساحة التنمية الجديدة، ما يعزز الثقة العالمية في هذا الاقتصاد الدينامي. ورغم تصاعد الحمائية والانكماش الاقتصادي على المستوى العالمي في السنوات القليلة الماضية، فإن الصين تستمر في تعزيز الانفتاح على العالم الخارجي وفقا لخططها، وتعمل في المستقبل على إحداث التوازن بين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة، وبين التطور والاقتصاد الاجتماعي. وستبذل جهودا دؤوبة لتحقيق هدفها السنوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أضاف التعليق: ستساعد أيضا على إنعاش الاقتصاد العالمي بذلك، وستدفع العولمة إلى مستوى جديد ومجال أعمق.